جيت ذي القافلة ما شاء الله ما شقرنا عليه شيء، ما شقرنا شيء، الدواء متوفر والنظام متوفر بالنظام زين ما شاء الله، ومتعاطفين معانا. تمت معاينة ما يزيد على 1600 شخص خلال اليومين الأولين فقط. طبعا كل ما تقدمت الفترة الزمنية كل ما كان عدد المستفيدين المقبلين أكثر، لأنه بعض الناس يعلم بعضا. وهذه الكراهات دائما الحمد لله ولله الحمد الشباب يتفاداها بأسلوبه بحضارته بتعامله وبتمرسه الميداني اللي عدل خصوصا في جميع الولايات وخصوصا في نواكشوط في الأيام الصحية، لأنه يخالط الناس كاملة. القافلة فيها جميع التخصصات وكله يتوجه الشرطة الطبيب المعني ويعدل استشارته، ومن عند الاستشارة يوجهه الشرطة إذا عاد فهم فحص يقيسه ويعدله، وإذا عاد فهم وصفة طبية يدخل على الصيدلية ويقبضها بكل ارتياح.